ايش فيه؟ الشغالة شكلها انحاشت. ابلش العب شوت. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا عامر. تعال يا عامر كسر راسك. مالي خلق العب انت وياه. اوف ايش فيها قافله معك؟ شغالتنا انحاشت ونعفسنا ومن اليوم ندور عليها. ايش سالفه الشغالات اللي كل يومين واحده منحاشه؟ ما ادري الزبده انها زرفتنا بفلوس، حتى بلاي ستيشن اخوي سليمان اخذته. يا عيال وضع جوع، تعشيتوا؟ كويس انك تكلمت، توني موصي شكوش راح يجيب لنا عشاء، ابدق عليه يحسب حسابك. يلا كلمه. الو. ايوه ياسر يا ابويا، ما في امل اجيكم لا بعد ساعه ولا ساعتين ولا ثلاثه. لو روحنا نتعشى في الدمام يمكن اسرع. ياهو انتوا مره ملزمين. طيب يلا يلا سري لك. هلا ارحب. حيو هلا كيفك مجودي؟ مجودي مين يا ابوي؟ شوي حركات هذه قديمه. ارجع ورا. وش ذا يا عيال؟ وش ذا الطعم اللي يدوخ؟ قايل لكم انه يستاهل هالزحمه، ما ادري ايش يحطون ذا الخلطه، يا اخي عجيبه. المره الجايه واحد منكم يصف في الطابور. انا بصف في الطابور كل يوم، بس تعشوني على اعصابكم. وش تتوقعون حاطين في الخلطه؟ هيل؟ لا، انا اتوقع زنجبيل. تحدي من ذبيحه. قدام، شاهدين يا عيال؟ اقول لا تزعجونا، روحوا عندهم واسالوا مديرهم. تم. ومن بيعوضني في الخمسة وعشرين ألف وذهبي اللي سرقته وأجهزة عيالي؟ من بيعوضني عنهم؟ أي عبط الله. المهم البلاغ وبلغنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيها. أخ بس لو إني أصيدها بيديني. السلام عليكم. عليكم السلام. ها بشر، عسى لقيتوها. وين ألقاها يمه؟ قطوة هي من حاشة في آخر الشارع. كيف حالي يا مدير كبير؟ الحمد لله. شوف حبيبي، انا يعطي انت 50 ريال، بس يبغى واحد معلومه. ايش ابغى؟ انت ايش ركب خلطه جوا شاورما؟ هيل ولا زنجبيل؟ انا في اعطيهم طعم. 500 ريال؟ انت روح برا، ما في سبب كركز زياده. روح. ما تفكر؟ الموضوع فيه سر يا عيال. أجل يقول لنا بعطيكم 500 ريال بس اقلبوا وجيهكم عني. عامر كنسل التحدي. ها تبغى تنسحب؟ ما في يا حبيبي. يا عيال خلوا الموضوع علي. كيف؟ أنا أقول لك الحين ما لها إلا عبد المنان، هو منهم وفيهم ويجيب لنا العلم. والله جبتها يا عامر. عبد المنان، شوف صديق، أبغى أنت يروح جوا عند مدير كبير، سوي قرقر، سوي حب زيادة، يبغى مرة انت سوا هو. ايوه شوف كيف طريقة انت معلوم خلطة شاورما. ليش؟ عشان افتح مطعم كبير بعدين انت تصير مدير كبير بعدين سوي شاورما احسن من هذا. ما شاء الله تبارك الله. 2 ساعة انا في روح سوي صداقة سوي قرقر بعدين معلوم كله انفورميشن. كافو يا الانفورميشن. يجي عبد المنان. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ابو عامر. هلا عسى باشر. والله هاي السياره كل يوم ارتفعت حرارتها، ما ادري وش سالفتها. الله يعيننا وياك. الله يعين الجميع. ام صالح قالت ان شغالتكم ضاعت، وش السالفه؟ لقيتوها؟ لا والله ما لقيناها. بلغنا عنها وهذانا قاعدين ننتظر. الله يعين على هالشغالات، حاسونا الله يحوسهم. اي والله حاسونا. عزيزي المتصل، ان الجوال المطلوب. غريبه، قفل جواله. خلنا ننزل نشوف. امشوا عيال. هذا هدية حق انت عبد المنان، عشان انت نفر كويس
شغل مية مية. تستاهل يا عبد المنان. ما شاء الله تبارك الله، هذا الديجيتال مية مية. هي يا ابو ايش فيك؟ شوف الساعة اللي على ذا، ما هي بساعة عبد المنان. الا والله هي نفس الساعة. يا عيال واذا نفس الساعة يمكن شاري زيها. لا يا عيال احس الموضوع فيه انه. اقول لك ما شفت عبد المنان؟ لا انا ما في معلوم. عبد المنان يوم عامل استراحتنا واحد مليان كذا ما شفته؟ لا ما في معلوم. لا تفضحونا انتم وراكم سالتوه. خلوا يطلع صاحبنا. اسكت اقول بس. ها بندو كم مشكلة؟ ये بار بار عبد المنان کا پوچھ رہا ہے یہ چاروں جو آئے عبد المنان کا بار بار پوچھ رہا ہے میرے سے. ایسے مشکل یا صدیق؟ ابد ندور عبد المنان. انت تجي مرة ثانية هنا عبد المنان عبد المنان. ايش هذا عبد المنان ما في معلوم. اول يجي خلطة الحين هذا عبد المنان. يلا هو. عبد المنان عبد المنان. سقط سقط يلا. الله يعينك يا ابو صالح على هالسياره. سلفتهم ذولي الله اعلم وضعهم مشكوك فيه. خلونا نطب عليهم. واحد من كذا يا باتمان. طيب عامر وش السوات؟ العيال خلونا نمشي الموضوع يبيله تكتكة. ما شاء الله ما شاء الله، وش هالزين وش هالنشاط؟ أمك هالمسكينة وش فيها؟ أتصايح علينا، راحت شغالتي راحت خدامتي، طاحت يدينا من الصبح طايرة عجتها في هالبيت، قلت يعني عاد ساعدها شوي. كافو يبا. عاد أنت خذ زبالة من المطبخ وطلعها برا. أبشر. أنا بعد ما أروح أجيب مقاضي من السوق. سيارتي انسرقت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو الحقوا علي تكفون، سيارتي انسرقت من عند بيتي. اي والله خلاص أنا في انتظاركم. أبو عامر خير؟ تكفى الحق علي سيارتي انسرقت. عجيب والله، انا شايف من سطح شات السياره البارح وعسى اخذت رقمها. شو انا اخذ رقمها؟ قلت يمكن سيارتك خربانه وديتها الورشه. اسمع بركب صندوق الونيت واذا مشوا الحقني.
وقفوا عند بقالة في المحطة. غشوة. اوف 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 رحنا فيها يا عامر. وش فيك؟ يفتحون الباب يفتحون الباب. خليك وراهم لا تضيع. اوكي ان شاء الله. اسمع خليك منتبه، اذا وقفوا داخل وهذا الوضع بطلع افتح لكم الباب. طيب انتبه يا عامر. في شغاله واحد شهر 3000 ريال. اوكي طلب باي صار جد كله. بندو ضلدي يا بندو سامان اٹھانا ضلدي 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 كام کرو كام کرو تا كام نہیں کرتا ضلدي کرو وہ سامنے لے کے جا. شغلتنا شغلتنا سلام اسكم لك ذلك. انت جاسوس، انت جي ورا السيارانا ليش جي ليش جي يا شباب؟ عامر وترني ايش في طول ما اتصل؟ طب اتصل عليه. او يا جود بول راح يا جود بول اسكو छोड़ेगा नहीं. اعطاني بيزي. مين انت؟ ها؟ انا عامر. اسكت نامك يا عامر. والله عامر 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 صاحبي افتح الباب احنا ننتظرك برا. عامر توصيزي كوريكا ها؟ عامر توصيزي كوريكا. عامر 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 صاحبي افتح الباب احنا ننتظرك برا. الله يرجيك الدرج. اسكت مي بول كوراي اسكت لك راح جلدي سي جلدي. عمر عمر شفتوا وفتح الباب لانه سمع رسالتي. هاي 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 كابتن الله ينكبك يا وجه النكبة. وين بتروحون؟ مصيركم تمسكون وتخيسون بالسجن. انكو سيسي بوندو كالينكو كونا مانو دو وكالينكو سبو ديكيكا كيا كرنا هلا هو صنع طلو زلدي ستيما. انت ستيما ورح ترسل رسالة ايش الهرجة هي؟ يا عيال شوفوا لنا الدبرة نبي ننحاش من هنا. انت اللي دبرنا نكبتنا يلا دبرنا. لا يا شيخ انا اللي نكبتكم ولا تحديك انت. اوماتو ميري جان عبد المنان. بسم الله الرحمن الرحيم كيف جيت هنا؟ جينا ندور عليك انت ايش جابك هنا؟ هو كلام تعال سوا سوا عطير 3000 راتب. افا يا عبد المنان تبي هنا عشان 3000 ريال وحنا اللي خايفين عليك وجايين ندور لك.
تكفى يا عبد المنان، تكفى فكنا تكفى. وين راح لاجل الملح؟ 5 سنوات وانت اخونا يا عبد المنان، وين؟ दूरियां फिर भी कम ना हुई एक अधूरी सी हमारी कहानी रही आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं जा मिले जा मिले मैं आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ेगा كفو يا عبد المنان والله انك رجال كبير احبك يا عبد المنان يلا يا عيال يلا كولو كولو يلا الناس يلا يلا هيا هيا يلا معلوم هذا شاورما انت كلام خلطه كويس هذا سوي هنا ام عاد هذه الشاورما البطلات ايوه اجل هيل ها اجل زنجبيل ها يلا 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 بابو باي بابو باي بابو باي بابو باي سب چپا چپا چانورا او بھاگ کے بھاگنا نہ پائے جلدی کرو جلدی کرو يا عيال هذه سيارة جارنا ابو صالح اما بابو کیا کرے گا مارے گا قتل کرے گا ہم کو تم سب بندر جائے گا ایک ایک کو سزا ہوگا لمبا والا کیس لگے گا ہم تم کو 50,000 دے گا لیکن تم پولیس کو نہیں بتائے گا یہ وعدہ کرو عبد المنان وش قاعد يقول هو كلام انا اعطي 50,000 ريال بعدين روح وما في كلام بوليس ابوك الكاش اسمع نبي 100,000 ريال ولا بنبلغ الشرطة مشكلة ايش أبد طال عمرك هذه كل السالفة وذي 100,000 اللي اشتروا فيها سكوتنا الله يعطيكم العافية وبيض الله وجيهكم الآن بنرسل لهم فرق وبنبلغ كفلائهم بإحضارهم بأسرع وقت ممكن أبد ما سوينا شيء هذا واجبنا جايبهم وناثرهم في الأرض ولا تدري عنهم ولا همك إلا الدراهم اللي تأخذها منهم نهاية الشهر وش سووهم؟ عمالك متهمين بعدة قضايا سرقات سيارات، أطعمة فاسدة، استدراج خادمات، تزوير والخافي أعظم أنا أول مرة أسمع كلام هذا منك ولا أدري عنهم هذه مشكلتك تتحملها أنت وزين اللي عندنا شباب عندهم غيرة على الوطن وهم اللي كشفوك يا عسكري دخل الشباب أبوي مركز بديتي احنا شباب البوم
راسي بالي في ديده زين لا درهمات بالخال الخالي. صح لسانك يبا، هلا والله بلب البطل. الحين بقهويك وابيك تمخمخ علشان بفاتحك الموضوع. خير ان شاء الله وانا ابوك. تبي تعرس؟ والله اذا نجح المشروع والفلوس لعبت بيدي ابعرس وبزوجك بعد. تزوجي بعد انا؟ يعني ازوج انا وياك؟ ايه بليله واحده. وش هالمشروع هذا؟ بيض مسلوق ولا شكشوكه؟ لا يا يب الله يهديك، لا بيض مسلوق ولا شكشوكه، المشروع له علاقه بالدواجن، يعني بشتري فقاسات وهاتك تفريخ ودواجن، تفريخ ودواجن، تفريخ ودواجن. طيب والمشروع هذا وين ابوك؟ كم يكلف؟ يا يبا دراسة الجدوى تقول ان تكلفة المشروع 200,000 ريال بس. 200,000 ريال؟ تبيه نبات خمس ولا شيك ولا حولها بحسابك؟ شكلك تطقطق علي يبا. اي بالله اطقطق عليك. فقاسات وبيض وفروخ وما ادري شنو، اقول لك قبل الحني قب. يا يبا اسمع كلامي، الفلوس تبي تلعب بين ايدينا، خلنا بس نسوي هالمشروع هذا ونتوكل على الله. اقول لك اذب على وجهي. سم السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يا عم. هلا 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 هلا. والله انا لي 3 ايام ما طبيت بيتي ولي يومين ما اكلت. ايه والمطلوب؟ والله كلك نظر. هذه 10 ريال بس ابيك تدعي لي بمشروع الجديد حق الفقاسات. الله يرحم والديك ويجزاهم الجنه. كنك ما دعيت لي يا عم. والله المشروع الجديد يحتاج له دعم اكبر. اها هذا نظامك؟ نعم. عندك اعتراض؟ لا لا خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل حياك الله. عطنا واحد همبرجر وصحن بطاطس وصحن سفري شطه كاتشب مايونيز. 10 ريال حسابك. عادي بكره ادفع. للاسف ما اقدر والله، اعتذر منك. اجل كنسل الطلب. حاضر ابشر ولا يهمك. ابوك الجوع وش السوالف الحين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عسى ما أكلت يا أبو شبيب. وش تقول؟ أقول عسى ما أكلت. لا والله ما أكلت. طب عادي تعطيني عشرتي وارجح لك بكرة. أول مرة أشوف واحد يشحد من شحاد. أنا شحاد، عطني إياها. يا شينا اللي ما هو عند سلمته.
شوت يا عيال، الوالد رفض فكرة المشروع. شلون يعني؟ نلغي المشروع؟ وليش نلغيه؟ ننقص من قيمته. كم حنا متفقين من فقاسة؟ 5 فقاسات. طيب نخليها 3. 3 فقاسات كم بتكلفنا؟ تقريبا 120,000. حتى 120,000 غالية. طيب ليه ما نغير الفقاسات؟ نجيب ملابس أو أي حاجة كذا تكلفتها 20,000 وكل واحد فينا يقود 5,000. لا يا شيخ، وش ذا المشروع البايخ؟ ما يزبن ولا قطة الاستراحة. خلاص خلاص، كنسل المشروع بس. العب العب بلاي ستيشن. فلوسي يا ابو شبيب، مو هو بعامر اللي يرجع بكلامه. هذه 10 ريال اللي اخذتها منك امس. ابو شبيب، ايش السالفه؟ سلامات يا ابو شبيب، وش السالفه؟ وش بك؟ وراك قلبت بعير. وش بك يا ابو شبيب؟ بعدين وش سالفه الرجال اللي طلع من عندك اخر الليل؟ لا يكون تشتغل بالممنوعات. انجبته واحد طلع من بيتكم الزبالة وركب سيارته ومشى. وش سيارته؟ وش شكله؟ 1.5 مليون. انت عندك 1.5 مليون؟ اي عندي، عندي 1.5 مليون. هذا شقا عمري. طيب دام عندك 1.5 مليون وشلون تشحد؟ يا ابن الحلال، انا ما اجي معك هالمليون ونص الا من الشحاده. ورا تاخذ مني كل يوم 10. اللي صار صار، الحين انا ابي فزعتي. فزعتي بوشو؟ انت المفروض ابلغ عنك. انت مبلغت علي، وش تستفيد؟ انا عندي القشور. وشو؟ رجعت لي 1.5 مليون اللي سرقها الحرامي، ابعطيك نصفها. من جدك؟ اي من جدي. انا بعطيك 750,000 ريال. واللي يرجع بكلامه يا شيخ بلا وغدنا. يا عيال، موضوعكم انتهى. كيف؟ ضبطتكم 750,000 ريال. عامك كنا محتاجين 200,000، كيف جبت 750,000 انت؟ اطنخوا يا عيال، مالكم الا اللي يرضيكم. 750,000؟ يعني ما نجيب 5 فقاسات، نجيب 15 فقاسة. دقيقة، طيب وشلون جبتها؟ ابد ما عليكم، دبرتها. دبرتها؟ اي عامر، لا تكون طريقة منا ولا منا، انتبه بس. لا منا ولا منا، تيسرت. طيب كيف جبتها؟ الموضوع طويل، والفلوس بتكون معنا، بس بمقابل. مقابل ايش؟ نمسك الحرامي. اي حرامي؟ اللي سرق ابو شبيب. مين ابو شبيب؟ الطرار. واقولكم على سفرتنا انا والعيال في السنوات الاخيره لاوروبا، الله اكبر، شيء عجب. بس ان ارتبكنا شوي وخفنا يوم قامت الطياره تهزبنا شوي تركض بنا. ام الغزلان ما شاء الله دم يكثر في ذاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وسهلا. هذا أبو شبيب اللي قد قلت لك عنه. لا ما أخذه. وش عندك؟ والله أنا انسرق لي 1.5 مليون. أفا، 1.5 مليون؟ وشلون انسرق ذي؟ والله أبد، واحد انقمز بيتي وسرقهن. ها شفت يا أخوان؟ شفتوا؟ شفتها مفلح؟ هي نعم، انسرقت من خزنته. من الخزنة؟ ما هو من الخزنة، انسرقن. أجل وين انسرقت منك؟ من الفريزر. شفتوا شفتوا شو يقول؟ يقول من الفريزر. هذا 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 تجميد أموال هذا. الحمد لله. الحين قل لي يا ابو شبيب، الحين وش صنعها يومك تحط الفلوس في الفريزر؟ محل ما احد يتوقع طال عمرك. الظاهر طال عمرك ان الحرامي كان جوعان،
نص الثلاجة هي بياكل يوم فتح ولقى فلوس قدامه قال يا ولد جتك من الله شال أو بشا وصات 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 يا قربها للي قالها الأخ الله الحين قل لي ورا ما حطيت فلوسك في البنك وبعدين وش تشتغل أنت؟ أشتغل طرار طرار تعال يا ولد تعال تعال الله يقول طرار تعال خلاص طرار دق على ياسر هلا ياسر وينك؟ قريب؟ اشوى اوكي اوكي ننتظرك لا تتاخر ها يلا يلا سلام يا خلونا ناكل ايش هذا؟ كل ما نجيب اكل تدلونا فيه لا يا شيخ تبي نسحب على خوينا؟ اصبر بطنك في دود انت كلب انا كلب؟ لا شكلك الليلة ما انت معديها على خير اقسم بالله كلب اهدى 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 صلى على النبي صلى على النبي يا ابوي صلى على النبي اشبه ما تسمعه وش يقول ما اقصدك انت يا عامر اقصد الكلب اي والله كلب عيال وش جابه ذا هلا بالعيال هذا هو سكوبي اللي بيطلع لكم الحرام ان شاء الله كفو يا ياسر اوه كويس انكم جايبين اكل لان الكلب ما تعشى وحنا ايش نتعشى ايش هذا الكلب ياكل دجاجة وحنا ناكل شاورما ليه في بطنه وجود؟ ايه فقي لا تلكد على الكلب خليه يتعشى ايه كل كل بعد عمري كل تجيك حبة ثانية بخاري بعد ما عليك من كفتة ولع اللمبات وشكش يا ابويا ما تشتغل طافي الكهرب ورا ما سددته انا اجي للبيت انام وبس وشو لا تسدد هذا نظامك نعم عندك اعتراض ابوك القعاطه طيب هل تشك في حد ابو شبيب لا يوم دخل الحرامي كان معه مفتاح ولا طب وانا وش يدرين الساعه كم صارت الحادثه بالليل انا شفته يوم طلع وركب سيارته وزبل مع احد لا ما مع احد وش نوع سيارته كابرس وش مديله 2013 وشلونها؟ رصاصي كم رقم لائحتها؟ ما شفتها هي انت مخفف تجاوب؟ قلب عليك الموضوع؟ ياسر شوف شغلك خلاص يا عم لا تشيل هم هذا الكلب من أفضل الكلاب البوليسية بيطلع لك الحرامي في 24 ساعة يلا عيال مشينا سكوبي مش قدامنا ايش هذا الكلب؟ تخلوه يمشي قدامنا تحترمونه أكثر مننا أهرب لك هاس تجيني هاس مهبول انت يا اخي كل اللي عندي هاس يا اخي ايش فيك انت هم 42 وحنا 15 ايش فينا صب وزع 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 عرفتوا البيت ذا يا عيال بيت صالح خوينا هذا اللي يزرف ايام المقصف يوم هلام المدرسه اي والله اني شاك فيه الفقي من زمان الكلب طلع ذكي عنده سالفه اسف يا كلب من عند الباب طب. السلام عليكم عليكم السلام تفضل تفضل ابو صالح هلا هلا ولدك صالح لنا يومين ما نشوفه بالحاره الولد طال عمرك ماخذنا اخته راح المكه المكه ياخذ عمره ايه ما شاء الله ايه الله يوفقه قطو الله يطول عمرك شكرا يا عم مشينا مع السلامه
وجع. وش ذا السالب هذا؟ العذر والسموحة يا عم، هذا الكلب حقي. اقلعه اقلعه ولا تمشور ولا سلام. يلا يا ابوي شغلتنا بالكلب حقك، وبالاخير جايبنا عند بيتنا. الكلب حقك ده ابو كلب ما عنده هرجة. احسن تستاهل عشان ثاني مرة تعرف تطلع الحرامي. يا عيال الحين شو الصوت؟ خلونا ندور مصدر ثاني، شكله ما لنا حظ في 750,000 ريال. انا عندي فكرة. وشي؟ عامر، مو انت تقول انك شفت السيارة؟ الا شفتها. الحالة صغيرة، نروح كلنا ندور السيارة، واذا لقينا السيارة لقينا الحرامي. السلام عليكم. اقبس يلا حي عامر، يلا حيه. ما عندك معارض اليوم يا ابو خليف؟ والله اليوم عندي ويكند. ويكند؟ طيب نبي كم موضوع خاص عادي. ابشر ابشر بعزك عامر. ابد يا ابو خليف، ندور لنا على كابرس 2013 رصاصي، ما تخبر لنا؟ كابرس 2013 رصاصي؟ هلا هلا عندي فالقلب حقه عشريطية، بس الرجال ما يبي يبيع، ما يبي يبيع. شكل هذا الحرامي يوم درى انه بينقفط قال خلنا بيعه. تقول صادق؟ انا اعلمك الحين وش اسوي. حركاتك هذه ما تخليها دايم. الله يسعدك. سيارة ملحمة ورانا، شوف. دز دز دز. ها؟ دز دز. حبيبي ملحمين فينا الرجال، خلينا نوقف نشوف ايش عندهم. حلال ما عليك منه، لحم ما لحم. هدد فلمي هدد فلمي هدد فلمي. يلا ما تشوف شر ان شاء الله، وهالمرة جت سلامات، تقدر تطلع بعد شوي ان شاء الله. يلا الحمد لله على سلامتكم يا شباب. ان شاء الله عليك يا عامر، انت اللي ما جاك شيء. الحمد لله. بشر يا دكتور، كيف اوضاع العيال؟ لا وضعهم ان شاء الله طيب، ويقدرون يمشون بعد شوي باذن الله. الحمد لله على سلامتكم. يبا هلا هلا شبيب. ابوك؟ اي ابوي يا عامر، وانا شبيب واعرفكم. تعرفنا؟ اي اعرفكم، حنا عندكم بالحاره جيرانكم، لكن ما عمرك شفتني. وش السالفه؟ السالفه يا عامر ان ابوي مفشلني بهالشحاده، ما غير يشحد بالشوارع وانا ما ادري ايش اسوي فيه. والمشكله ماني مقصر معه باي شيء، يعني مرخيله الدنيا كلها. اللي تبي سمي يبا سمي يبا. يعني أنت اللي أخذت الأكياس وطلعتها من البيت؟ إيه أنا أخذتها، لقيت الكهرب طافي وشلتها، خفت إن اللحم يخيس. والأكياس موجودة؟ إيه موجودة كلها؟ إيه كلها. أركب بديتي. فقي ذا فقي، الله يرفع الضغط. لا ترمي معك المكنسة، كأنه سلحف بنت ابن الحلال. طيب بابا كيف؟ ماما كيف؟ انت كيف؟
اوف 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 وش ذا الحوسه؟ جايهم ذولا؟ صديق ما في خير، جينا والمكان حوسه، شكله ما نظف عقبنا امس. من يوم ما طلبنا نزيد راتبه، رفضنا، بطل يهتم ولا ينظف. والله حرام نعطي له راتب واحنا نشتغل. صديق! صديق! ايه هرتوا عليه اعطونا حمراء، تراكم مدلعينه. يا صديق! يا صديق! يا صديق! يا صديق! ايش جاي ذا؟ مشينا يا عيال. هذا مشكلة. قرقر قرقر كثير. كلام كثير، هذا أكل نوم تلفزيون، أكل نوم تلفزيون بس، وراتب ما في قليل، شوية فلوس أنا كلام في زيادة ما في، كله كسم كسم كسم. أيوة من أصفي أدخل أصفي. سلامات، سامعني ومطنش أنت ورا ما جيت. بابا إيش في مشكلة؟ أنا في كلام بابا ماما أخو مالانا صغير هم هم لقمة أكل، إيش في مشكلة أنت؟ قايل لك يا عامر إنه متغير، بلاكم معطينا وجه فوق اللزوم، ما خرب العمان إلا أنتم. أسمع يا صديق، عليك خصم 200 ريال بعد ما نرجع ألقى الاستراحة نظيفة، تفهم ولا ما تفهم؟ بابا كله كسم كسم كسم، منزير راتب مال أنت بابا. عاد هذا اللي عندي، وإذا تكلمت مرة ثانية أبخصم عليك زيادة، تفهم ولا ما تفهم؟ تفهم. أشوى، يلا مشينا يا عيال. نزل الجوال. ان شاء الله على كتمي. يا عيال ايش رايكم نسفر صديق ونفتك منه؟ اي والله يستاهل خروج نهائي بلا عوده. مهبول انتم وياه، ومن اللي يشتغل عندنا بالاستراحه؟ ها تبون نبلش؟ وش رايكم نستقدم واحد احسن منه؟ يجيكم واحد جديد وتبحلون به، يا بيلكم سنه تعلمونه، هم من يقرب عليكم هم من يخرب عليكم، الا خلكم على عاملكم بس. وش ورتسوا عليه ادبوه؟ وهو صادق ولد عمي نادبه. خل الفخذ حقي ذا، خل كلوا يا عيال. الحين وش تبيب هذي قطعة غيارة غالي؟ خذ لك يابانية أرخص وتصبر لك لسنين. أناك ما جربتها، تغير رايك. ها وما له نجربه. يلا ايش الجو البيض هذا؟ حط شي خلي تنكس. يلا ولا 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 اها اها اها. ها صالح ما قلت لي كيف الموتر معك؟ والله ماشي ما جاز ما مثل الياباني. عل عل عليه بس. هو هذا اللي احبه، هو هذا اللي ابيه، هو هذا اللي ورا ما تطب بحجري. ها هو هذا اللي احبه، هو هذا اللي ابي. ها الرجال صدمته، الرجال وين رايح؟ وقف 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 الرجال. صاحي انت وراك تسلم وتنحاش. انا عارف ايش الحاش بيوهقني، وكنت انا اللي اسوق. لحنا لا تصيح تحسب الخامة مثلك. ارفع لومك، هذا ولد عمي. ايه عامر ولد عمك اخطف حقي. يا ابن الحلال ما اخطف حقك، هذا قضاء وقدر. يا عيال تتوقع صار في شيء؟ صدمه قوة، اكيد الراجل تكسر، ويمكن انه مات، وفي النهايه انا اللي ببلعها. لا حول ولا قوه الا بالله، خويك هلحقنا بيربكنا. والله مو موهقنا انت يا البزر، يا ليتني ما اعطيتك السياره يا شيخ. ورع انت وياه. خلاص يا اخي هدوا. خلاص خلاص، هنا حفرنا هنا دفنا، قفلوا الموضوع. يا عيال افضل شيء كل واحد يروح بيته. يلا يلا قدامي، يلا همش. you
صديق ايش هذه الوساخه؟ اطلع برا. اصفي ورق بزر اصفي انقلع 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 سو ساهي يلا ما هو سوي ساهي وجع هالطمارة ذي ما تستحي عليك وعلى وضعك انا اللي ما يستحي مين يصدم نفر وينهاص انا والله انت وش تقصد صدمنا صدمه قوه اكيد الراجل تفضل ويمكن النهمات وفي النهايه انا اللي ببلعها استانس ولا قوه الا بالله خويك هالحقنها بيربكنا والله مو موهقنا انت يا البزر يا ريتني ما عطتك السياره أثريك تسجل لنا يا نذل هذا اللي ما حسبنا حسابه خاين ولازم يعاقب زف وجهك انقلع انقلع عن وضعي عامر هذا الجوال اللي معك امسح اللي بوه وفارمته اللي بوه وفارمته انا في ثلاثة نفر واحد صنين ثلاثة كله في ثلاثة نسخة مع ثلاثة نفر طلع مرتب اموره هذا الفقي لازم يتأدب يعني يبغى يضرب اقول كل تبن والفقع أنت يبغى يسوي سنين زريمة يضرب ويصدم هذا في صدم في ممكن خمسة أسرع ممكن 50 سنة صدم وفي موني يعني في فلوس معلوم ولا ما في معلوم يا صديقي ابن الحلال أنت وش فيك علينا وش تبي بالضبط أنت الحين كلاس يا طويل أنت لا تصيح فك وزب جوال ثلاثة كاميرا وأنا بعدين في فكر إيش أسوي أنا في استراحة مال صغن هذا في جوال ثلاثة كاميرا في صور شباب هذا طباخ هذا كناس هذا عامر حق مصاوير ودي زيب تعرو هذا سواق مال أنا هذا يزهك أنا قول له شباب مع السلامة مع السلامة قول صوت مع السلامة مع السلامة مع السلامة سلام ورحمة الله وبركاته ليه ما في انت السلام كويس صديقنا ايه كأنك ستمون علينا لا يكون بس بترسل مقطعنا لأخوياك ايوه انا في يرسل اس في مشكلة في سي عندك سي يا بزر يا ورع لا لا ما في مشكلة بس إن شاء الله بتحذف المقطع حاذفة الحين أنا زيان أبي أكل خابر لك بوفية على البطلة أقول اسكت يا بزر ألفقة أنا يبي مطعم فايف ستار لا يا شيخ ما بقى الله كله نفرات برج يلا هيهم هذا المطعم وجبنا أكله وأي شيء تطلبه بنسوي لك إياه بس وش تبي مننا يا صديق إيش كلام أنت يا صديق شيخ صديق ما في كلام صديق كلام شيخ تخسر ما يخص إلا قسمك أنت وجهك خلاص يا عامر روقنا تكفى خلاص يا صديق أنت الشيخ أنت شيخنا كلنا يخسر ويعقب في كلام ثاني أنا يبغى زيادة راتب 3000 هذا اللي ناقص يا عيال قوم بلغ على أنفسنا ترى ما صخ هذا أنت لو يبلغ عني كلكم إن شاء الله كلابوس أنا أقول يا عيال ننفذ طلباته ونفكنا من وجع الدماغ هذا صحيح صحيح صوف أنت وهو هذا قوتي أنت ترمبة ترمبة معلوم أنتم في طلب بسيط صغير اوه هذا اللي ما يعطى وجه اوه هذا اللي ما يعطى وجه اقول لك ابي عرس ابي ولد يصيل اسم مال انا من زين اسمك ولا من زين خشك لا من زين خصك انت وجهك وذبحك وصنبك اللي تقول اريل ايه اقول اخلص علينا وش تبي فلوس ما في مال مهر عرس ما في وسقة ما في ذهب ما في تقطوا انتم كراتين قواطي ترمبات تقطوا وعرس ابي عرس راحة يا ليل من وين جيب لك عروسة انت وجهك بعد
لا لا ما في مشكلة. أما أنا كومار استهيت على وجهي. في ظنت أنا يا رسالية إن شاء الله، بس أنتم دبروا أنفسكم، شوفوا الموضوع إن شاء الله. Good very nice. آئیے خوش آمدید. شکریہ. عاد وراكم لبسينها ناموسية علشان البعوض ما يقرصها. ما في مشكلة، اقصف اقصف. ما شاء الله ما شاء الله، ليش زين. شكرية. أيوة وش تزين؟ أنا ما أعرس. ما شاء الله. الظاهر أعطيتكم وجه. أقول بدر أسى أكل نفرات. يلا وريع. أبشر يلا. يلا عيال مشينا. يلا هيهم يلا هيهم. تفضلوا حياكم الله على واجبكم. يلا هيهم تفضلوا على واجبكم. يلا هيهم. وزده انت وهو ما تستعون. لا يا شيخ كنك فليتها. اقول واسكت لا اسمع صوتك. المفروض زايب للرزازير مفته. ابشر الحين اجيب لك مفتح. انقلع بس لا تطق. سلمت وياه. سام ابشر يلا شكرا. يلا يلا هيهم. يا هلا يا هلا يا هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اهلا وسهلا. عندكم مفطح؟ عندنا مفطح. كم؟ عندنا نوعين، الصغير ب 1300 والكبير ب 1700. الأجل عطنا الصغير. لا 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 عطنا الكبير. الكبير ايش فيك انت بيفصل علي ذاك؟ كبير؟ اي نزل كبير. الو نزل عندك واحد مفطح كبير الان. لو سمحت نص دجاجه مندي وكثل لي الزبيب. خيرت وياه؟ مضيعين شيء بوجهي؟ لو سمحت. نعم. قد انصدمت؟ ايه. متى؟ قبل اسبوع. تتذكر اللي صدمك؟ ايه زوجتي لما طلبت مني الطلاق. وين هو قصده صدمة عاطفية؟ صدمة موتها. ايه انا كل اسبوع انصدم مرتين ثلاث، لكن ربي يستر عليه. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله. اجل انت اللي صدمناك قبل اسبوع؟ ايه انا الوحيد اللي في الرياض ينصدم ولا يجيني شيء. قولوا ما شاء الله. ما شاء الله. اجل ابشر بالمفطح تستاهله. مفطح؟ مفطح وشو؟
هذا المفطح هدية لأن صدمناك قبل يا عم. بيض الله وجهكم، أجل خلوني أروح أقرب السيارة، وأنت مع دبي دجاج. طيب لو سمحت الحساب. كم الحساب؟ 1700. أبشر القطة عيال. حرام عليك يا عم، ما شفت السيارة قدامك؟ يلا تعال خلينا نوديك المستشفى بسرعة بسرعة. ما يحتاج ما يحتاج، قول ما شاء الله ما شاء الله. لا يا عم لازم لازم اوديك، اطمن عليك. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. حياك حياك. الحمد لله ان الله سلمك، بس لازم نطمن عليك ونسوي اشياء. اوه ابو محمد، لا 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 ده مش محتاج اشياء ولا اي حاجه خالص، ده بس استريح شويه وخذوا فيديو وانتم ماشيين. السلام عليكم. اجل انا استاذنكم، ما تشوف شر يا عم. المهم يا عم، عامل الاستراحه عندنا وناشب ولا يبي يطلع. ترى حد سربنا ولعب حسبتنا. والله يا هو فاقع قلبي بعد. أجل يقول لكم يبي مفطح ها؟ حياكم الله على واجبكم. حياكم الله على واجبكم. آجوا 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 أقلطوا. أجل تبون مفطح ها؟ أركب بديتي. يا شباب شوفوا الحين الحين يبي يصن بوكس يطلق عليه ويقتله. يا بي اسكت خلنا نتابع الفيلم. مو عرفك يا كفته ما تعرف حركات تركي، يذاكر الفيلم في البيت ويجي يسمعه عندنا. يا شباب ايش فيكم؟ قسما بالله اني شايف الفيلم مره واحده بس وانا فين النوم. هذا وانت بك نوم وش عاد لكم؟ صح صح اصلا معاهم مسدسات يعني اكيد بيطلقوا على بعض. اوه قفطك كفته والكفاتي. يا جماعه أنا رجل سينمائي، سينمائي افهم يا درجة وياه. السلام عليكم. عليكم السلام. يا جيل فيفا 20 والله إنك ذيبان. أخيرا نزل في السوق وجبت لكم. يعني في طحن وتكسير روس. أنا أول من يلعب. أقول لك سرينا كمان من واحد يلعب. أنا أقول لك ألعب أنا وياسر والفايز يباريك. هاي هاي يا عيال شيكم يا عيال، ترى في فيلم خلنا نكمله يا جماعة. ترى الفيلم هذا ماخذ تقييم في السينما العالمية 9.9. يا فقي بلا بوينت بلا كلام فاضي فيفا 20. الظاهر ما عاد به فيلم ولا أخوك. هاي إيش بالدفاع كذا مرة سيء؟ شوف فان دايك كأنه أحمد عسيري. يعني أحمد عسيري انتقل إلى ريفلفول. بالله أنت كفى لعد تشارك. المشكلة اللعب كله صار بطيء. شوف ميسي يلا يلا يركض كنا بيعتزل. بدأ شغلة محنكين، كل واحد يقيم اللعبة. أقول يلعب أنت ساكت ولا؟ عامل حبيبي الشباب في الاستراحة جايبين لهم فيفا 20 وفالينها وقاعدين يلعبون. ولا ندوك ما ندوك يا ابن الحلال. واضحة واضحة ما يبونك ما يبونك يا ابن الحلال. حبيت أبلغك أنا ترى ماني بنمام. لا لا بطيء بطيء هذا أحمد عبد الفتاح بطيء مرة. حكم يا ابوي فاول ذا. حلال اركض زين انت تكفى. ينزل الفيفا الجديد وتشترونه ولا تعلموني.
خايف اجلدك يا ورع انت وياه. وصل 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 ملك بلاي ستيشن. جاكم جلادكم يا ويكم ويلا. كم يا ورع؟ زي ما اتفقنا 3-0 تنتهي المباراة وتسلم اليد اللي بعدك، اوكي؟ عطه بدري عليك. القم. قرب قرب قرب. وهذا الثاني. بدري عليك. عطى دزها. ايه هيا. جيبوا لي غيره. 3-0 وجيبوا لي غيره. وش فيك يا ياسر؟ سواك شوربه في الملعب، رايح جاي رايح جاي، وراك انت ما عندك حارس. الضعيف مدايب العريق اللي انهزم. يلا يا السور معليش تعيش وتاكل غيرها، الزاويه تنتظرك. زاويه يا حبيبي. يلا 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 يلا. شكش. مرحبا امبو. ما عليك يا ياسر، هاخد حقك ازهمها. اخس. اقول اختر فريقك ولا يكثر. ها لا يكثر. كفو كفو شكش. ذا معك ذا معك. عطى عطى. اها اها اها. هل تسبح ولا تلعب بلاي ستيشن؟ اجل نوقفك عند حدك يا عامر. ما ظنتي هذا ولد عمي ملك بلاي ستيشن يا وليدي. خارج العب. بل 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 بل. ايش اللي قاعد يصير لنا يا رب؟ ايش قاعد تشوف انت؟ حبيبي على الاستراحة اشتري سلة فيفا جديد 20. اها اها. تسبح ولا تلعب بلاي ستيشن انت؟ العب العب العب. هنا تحدي بالاستراحة، تفهم ولا ما تفهم؟ والله عاتك يا طحن ايش يفكك. اقسم بالله حماس حماس لين التماس. هذا ابو تريكة يا حبيبي مسوي تغطية في السناب شات. كب بالله يجي ولا ما يجي؟ يمين بالله يجي. حماس لين التماس اقول لك. تدري ليش خليتك تسجل هدف بالبداية؟ لاني ما ابيها تنتهي 3-0، ابيها تنتهي كذا. اعوذ بالله النتيجه. معليش والله ما قدرت اكتب، والله طلعت غصب خصم. وصاريني طلعت معذار يا اخي. وش سويت فيه؟ وش سويت فيه؟ بس انت ابن الحلال. المقدمه نتيجه المباراه هذه ولا عداد كهرب؟ عداد كهرب نتفك. اسمع لا تهايط مره ثانيه. كفتة فيك حيل تلعب؟ لا 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 أصلاً أنا ما أحب الألعاب تضرني لأنها تضرني. لا 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 تضرني يا جبال يا خواف يا زيامة. قم يا ورع ايش فيك جالس؟ قم سريع سريع حبيبي. يلا حبيبي. يا ابو 13 فقير. سلام يا أمي. لا سلام ولا كلام. إيش في؟
ليش يا ولدي كذا؟ ليش؟ ايش سويت عشان تسوي كذا؟ ايش سويت؟ انا ايش قصرت معك؟ تعليم وعلمتك احسن تعليم، مدارس دخلتك احسن مدارس، ما في شيء بينقصك الا بجيب لك هو، واخرتها كذا؟ ايش هو اللي كذا؟ انت سمعت عني حاجه؟ 13 يا مفتري، تخسر ب 13؟ لو 3 اقول هين، ما تستحي. ايش الناس ايش تبغاهم يقولوا عنك؟ طب عني ايش تبغى الناس يقولوا عني؟ 13 راحت، 13 جات، ولا ها نسيت تعزم 13؟ شايف ده البلاي ستيشن؟ انت محروم منه، الين ترجع بتاعي من ده الواد عامر، مفهوم؟ يا فاشل يا ابو 13، يا ليل الليل حبيبي، قول لي سلك بالاستراحه البارح. الله يمتحن تركي ويمتحن السناوي ويمتحن بلاي ستيشن ويمتحن كلكم. واو انك فاشل، ترى اللعب فوز وخساره بس مو ب 13. يا ابوي اسمع، اي عامر ده اصلا خرده وما يعرف يلعب، يلعب على النفسيه ويشتت تركيزك، واذا تشتت تركيزك يفوز. هراء وكلام مفقع، تبغاني اثبت لك هذا الكلام؟ اثبت. تسوي كل اللي اقول لك عليه. ماتك كلام. بلنتي يلا الحين تلقم، باين انها حتضيع بحكم التوتر الملحوظ في وجهك يا عامر. لا يا شيخ سكش بالله، حط اليد، اتحدى يجيبه، حط اليد. يا خرده يلا سجل يا قوي. يا سمك يا دلخ، شريك انت الحين الباب العارضه من هنا للبتحه وضيعها تسكب خشه العارس. حتى انت قلبت تركي، انا اوريك، العب 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 الحين انا اوريك. اتوتر اتوتر ابو تاقيه يا عيال. اقول العب الميدان يا حميدان، لا تصارخ انت، يا العب العب اذا كنت رجال. يا عيال يا شباب شوفوا عامر انصرخ بسبعة في الفيفا، الله لا يفضحنا الله لا يفضحنا. حسبي الله عليكم لحتى ولد عمي. ايه اهدى من كذا، اصلا عيال الحارة يسموني ملك الفيفا، وهذا ما فاز علي الا علشان نلعب بندية سعودية. حبيبي ملك الفيفا هناك في بيتكم مو هنا. ايه كلنا نعرف نلعب، ما حدا احسن من احد. ابو طاقية انا دائما اهزمك بس ما تمهيز زيك، ملك الفيفا وملك الفيفا. عسري ايه لا تهايط، تفهم ولا ما تفهم يا عيال؟ هي 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 ايش فيكم؟ اهدوا شوي. ها شوفوا انا عندي حل، ايش رايكم ننظم بطولة فيفا هنا عندنا في الاستراحة، ونخلي عيال الحارة كلهم يشاركون فيها، والبطل نطلق عليه لقب ملك الفيفا. ومن اللي بينظمها؟ انا، وانا بنظم معك. تمام. الآن خلونا ندخل على الموضوع الأهم واللي هو التكتيكات. طيب يا شباب، أنا عندي التكتيكات اللي ألعب فيها 4 تكتيكات. أول تكتيك هذا في الناحية الدفاعية، إذا أبغى أقفل الملعب تماماً ألعب هذه الخطة، دروب باك الويدث 4 الديب 3. شو تسوي؟ قاعد أذاكر أشوف مقاطع مساعد الدوسري وعبد العزيز الشهري عشان أصير زيهم وأخذ البطولة. والله لو تذاكر من اليوم إلى بكرة ترى تصير زيهم. طب ليش؟ هم عندهم تشكيلات خاصة تعبانين عليها ويلعبون ايكونت، عندهم كروت اسطوريه، وانا عندي اسلوب لعب خاص ويفوزني باي تشكيله. والله انك من جنبه توصل المرمى مربع اكس مرت شلهوب تنقطع منك وتلقم جول. ايه لا تتكلم على الشلهوب، يلا راح العب بلاي ستيشن. يلا ذاكر ذاكر. انتم ما تعرفون النظام، ما عاد يفهم فيكم قسما بالله. اما اصلك البلاي ستيشن والغي البطوله، ايش فيكم انتم؟ ترى كلها واحد على فكره، يعني كلكم بتشاركون وكلنا بيختار فريقه. لا يا شيخ، طب وش يضمن لي ان اللي قبلي يمكن يختار فريقي ويروح علي؟ بعدين ايش معنى يعني؟ ايش معنى هذا بتيشيرت احمر قدام وانا جاي قبله واطول منه كمان؟ اهو
بموت ايش دخل؟ ايه زبدة الكلام، برشلونة ما حد يلعب فيه الا انا. برشلونة حقي. لا يا شيخ، برشلونة حقي ما حد ياخذه يا عيال. انا الاول، يا رب يجيني برشلونة واقهرهم. ها بديت ولا لا يا عيال؟ فريقي يفندس لا حد ياخذه. عزوز يا رب. تشيلسي. تق الله فيه يا شيخ، تق الله في نفسك. هدوء، قسم بالله هنتكلم يا ويلة كلكم برا. اسحب انت وجهك، لا تكسر الطاولة علينا. ياسر. يا الله يا رب. فوضى هنا. أرسنال. عز الله أفلحنا. ترى أبقسك أنت بالذات أنت. ترى ولا كلمة يتكلم أنا هنا الرئيس. أسحب أنت وجهك. خليفة. يا رب يا رب اليوفي يا رب. خلاص نزلها يا أخوي. تدري دوري أنا. ترضى أخذ دورك؟ بايرن ميونخ. كفو وربي يطحنكم رايح جاي. نسحب. سلطان. ليفربول. يس. شكوش. يا رب برشلونة. شوف الحين. ريال مدريد. أبو زيد تخير. غبي أنت، هذا الملكي. ملكي مين؟ أيام كريستيانو كان ملكي، دحين أبو كلب غير. عمسي أنت واللي جنبك ذا، ترى بشوتكم برا. بف. ريال مدريد ريال مدريد. لا تكسر الطاولة شوي شوي. سعد. سم. ميلان. إلى الهزيمة والحافظ الله. على كيفكم أنتم كلموا معاك بالفريق؟ هذه خدعة فيها احترام. واسحب. كفتة. كفتة أبو الكفاتي. برشلونة. يا قلت لكم من برشلونة حقي. أبوك يا الحظ. شاريه أبوك النادي تلايط. اسحب. عامر. عامر الفتى الذهبي. مانشستر. كفو بيض الله وجهك. طيب تعال، مانشستر يونايتد ولا سيتي؟ يونايتد. الله لا يوفق. اركض بديتك. يا شباب البوم يا
عامر. عامر الفتى الذهبي. مانشستر. كفو، بيض الله وجهك. طيب تعال، مانشستر يونايتد ولا سيتي؟ يونايتد. الله لا يوفق. كأنهم بدأوا يدون علينا يا صالح. مشى. اسحب. مساك الله بالخير طال عمرك. الحقيقه انا جاي عشان بس افاتحك في موضوع، يعني خل مواضيعك لك اكيد اذا كانت قصيده ترى الله الغني عنها، ترى ما بيها. تفضل. لا لا يا طويل العمر، هي مي بقصيده، هي حقيقه هي فكره. عطنا اللي عندك يلا خلص. احنا منظمين بطوله. اقول هالحين ما تخافون الله فيني، شايفين بردقان وتفاح وموز قدامي، وين الكمثرى؟ الكمثرى وين هي؟ انتم عارفين اني اشتهي الكمثرى، تكتر سعقولك عليها، جيبوه. سم سم طلب اي تفضل. زاد فضلك طال عمرك، احنا الحقيقه منظمين بطوله البلاي ستيشن. اقول وش ذا الغته؟ وش ذا الكتمه؟ هو بتنا حر؟ انتم ورا ما تشغلون مكيفات ولا ترفعون عليها زياده بس؟ بتنا احترينا شوي. سم اي تفضل قل وش عندك؟ الله يزيد فضلك. احنا الحقيقه يعني منظمين بطوله بلاي ستيشن، ويشرفنا انك تكون معنا. والمطلوب مني يعني تبغاني اصير حكم؟ اتفضل. لا 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 يا طويل العمر، احنا نبيك تكون يعني راعي للبطوله. اي كل راعي مسؤول عن رعيته ما في شك، وعز الله انها فكره مهيب شينه مهيب شينه، ولكن بشرط اني ان شاء الله باذن الله بحضر النهائي وبصرف مكافاه من عندي للفائز الاول 10,000 ريال عدا ونقدا. اي بس ما نبي نذب فلوسنا من الباب للطاقه في الشارع، لا، نبيكم ترزون لي كرسي في المنصه. ايه والكرسي هذا يكون يعني مكانتي محفول مكفول وتصوير واشياء يعني ترفع من شان الواحد اذا جاي يحضر النهائي. بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، عز الله انك شيخ ابن شيخ يا طويل العمر. ابشر، ما طلبت شيء، هذه قبل لي. اي خلاص بس اخوك لا تقعد تهايط. ها اقول اخبار القرود اللي في الطائف؟ عساكم ان شاء الله جبتوهم، انا حاجز 5 في قفص. جبنا. اي زين الحمد لله. اقول لا تسوي خوي اللي الله يحفظك، انت قلت اللي عندك توكل على الله. وش اخباركم طيبين؟ كيف صحتكم؟ يا هلا والله وسهلا فيكم. تكفى ولد العم ضبطني. ابي اسنعكس، ما اقدر اغير فريقك. لا تغير فريقي، بس ضبطني بقرعه المباريات. شلون؟ انا اعلمك. حطني مع اللعيبه اللي من جنبها اللي ما يعرفون يلعبون، واي واحد قوي وخر عن طريقي اللي انا واصل المباراه النهائيه. شلون زينه ذي يا حبيبي؟ سهله. شفت الكور هذه حقت القرعه؟ حط كورتين بالثلاجه والباقي برا الثلاجه. عصير ولا قرعه؟ لا يا حبيبي وش عصيره. اسمع ركز بي، اسمي واسم كفته حطهم بالثلاجه والباقيين برا الثلاجه. لا جيت تسوي القرعه وانت تلف يدك تحسحس البروده تلقى كفته وانا ونصير مع بعض، ايش رايك؟ اخس والله انت نمس وملكع. توك ما شفت شيء. خلاص تم. يلا دزها على الثلاجة. يا رب افوز. الحين نبي نعرف من هو الزبيل الثاني. نظام البطولة خروج المغلوب. يا شباب ارجوكم قبل ما تتم عملية سحب القرعة، اسمحوا لي اقدم لكم راعي هذه البطولة واللي راح يقوم بسحب القرعة الآن وبنفسه. الشيخ أبو طلال. حي أبو طلال، 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 حي أبو طلال. أيوه أشكركم. أشكركم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين بإذن الله تعالى، وعلى بركة الله سيتم افتتاح بطولة الفيفا في استراحتكم العامرة. أرجوكم أرجوكم، وأعلن بأنه سيتم
منح الفائز الأول بهذه البطولة مبلغ وقدره 10,000 ريال. كفو! حي البطولات! 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 أشكركم، يعطيكم العافية، وسيبدأ السحب بالقرعة الآن. تفضل. استنى طال عمرك. نشوف اللاعب الأول. تقرأ طال عمرك ولا لا؟ تفضل اقرأ. اللاعب الأول في هذه البطولة عامر. أنا. طال عمرك نشوف اللاعب الثاني. إن شاء الله. تفضل. لاعب ياسر. يا شباب يا عيال، إيش فيكم أنتم؟ مباراة صعبة وقوية من البداية، وأكيد راح نخسر لاعب كبير مع الأسف. مع الأسف ولا مع السلامة؟ يا حليلة، ممتاز. ومثل ما قلنا لكم يا أخوان، أنا أبيكم تأخذوا راحتكم في استراحتكم أبداً، والأمور طيبة، وأنا إن شاء الله كل عقب عصر إلى بعد المغرب أنا حولكم في ذي. أي استفسار أو أي سؤال من أي أحد منكم أنا حاضر أجاوبكم عليه. لا تشيلون هم، والدراهم بعد أفع عليكم، الدراهم إنا دافعينها دافعينها، لا تشيلون همها أبد. أهم شيء التكسير والتمزيع. طال عمرك ما في تكسير وتمزيع، هذا بلاي ستيشن. بلاي ستيشن ولا كيرم؟ بس يا مفرح، بس على نخرتي انت. على نخرتك ولا مسحت نخرتك بذي؟ يلا توكلنا على الله. سب. شكرا طال عمرك. تفقع عيال. والحين خلونا نشوف التعليمات قبل ما تبدا البطوله. زين يا عامر، ركز على الاول. ممنوع، شوف، ممنوع تغيير الفريق. يعني تلعب في نفس الفريق اللي جالك في القرعه. اثنين، تعديل التشكيله واعدادات اليد فقط باول مباراه وبين الشوطين. ستارت. احد يضغط ستارت في نص الجيم ولا اللعبه؟ شايف يا شوكوش، ترى طرد على طول. اربعه، ممنوع الاحتفال والرقص واعاده الهدف. خمسه، ممنوع الاكل والشرب، سامع مني يا كفته، اثناء اللعب. اوكي اوكي. يلا انت وياه وابداوا. حبيبي ايش اللي نبدا؟ حبيبي ايش الغش اللي قاعد يصير هنا؟ ايش السطو على حقوق الاخرين اللي قاعد يحصل هنا؟ اهو اهدى اهدى يا ابو حقوق انسان انت، ليه غش؟ حبيبي هزار، اللاعب هذا اعرف معايا في الفريق، كيف صار معاك زي كيف؟ يا فجي، الادم انتقل من تشيلسي ودحين عندنا في ريال مدريد. اقول لكم بطلت لكم لعب، لازم اللاعب هذا يجي معايا ولا بطلت. تبدا ولا اصلخك بطرد من البطوله ويفوز شوكوش. تراي انا المشرف بذا. خايف ها؟ ابدا لعب، انا انتقم منكم يا زلمه. يا خرده، خايف؟ العب العب. حطه روح، عطه روح، عطه روح. وش المباراه الملل لك ساعه؟ عطه روح، عطه روح يا اخي. حنا الحين في نهايه الشوط الثاني ولا هدف جبته. مالك دخل تركي، ترى هاي تنحسب سب. عامر انتبه انتبه، ترى بعطيك انذار شفوي. القب جحفلي. تعال وش دخل جحفلي؟ الحين مباراة بين مانشستر يونايتد وارسنال تقول جحفلي؟ لا يا شيخ، زيكم النصراوية، إذا فاز النصر على الهلال تقولون أوراوا وسيدني. ياس ياس حبيبي، أنا اللي فايز، وشك تحتفل؟ لأن الشيخ أبو طلال قال إني بنهزم عشرة،
بس انا الحمد لله انهزمت 9 بس. التسعة اخت العشرة بقعد صوعك الفاخر. ايش دخلك؟ انا المرافق الشخصي راعي البطولة ابو طلال. الله يطول بعمره. يقول لك المثل اللي ما يعرف الصقر يشويه، ليه مطلع ميسي احتياط؟ هذه خطة عشان استفيد منه الشوط الثاني. عشان مثلك الخايس انكم الثالث. سلام عليكم طال عمرك، الله ما يرضى بالظلم، وانا الصراحة انظلمت. انظلمت؟ راح للمحكمة. طويل العمر طول الفريق، والله انا ما اعرف العب فيه، فريق سيء طال عمرك، وخرجت من البطولة. ادم خرجت صك الماء وراك. والله شوف من راح البطولة، تعرف انه ابو هلال بتفرانين مسوين فيها مريشين، خلف الله البطولة. وش تقول يا الفاخر؟ اقول ما في مفرحات، يعني فلوس 100-200 عشان والله انجرحت. تنجرحت؟ اذا انجرحت حط لزقه. ما في مفرحات الحقيقه، كفته سواها وقلب الطاوله على خشك. ياهو رومنتادا. اقول اسكت لا قوم توطب بطنك، لعبك يغبن وتراك محظوظ. عمك ميسي جلدك سوبر هاتريك. القم بدري عليك يا ورع، والله انك محظوظ. وعامل للنهائي، قفت للنهائي. مستعدين؟ باذن دقيقة ونبدأ. أصبر وراك عجل، خلنا نضبط أمورنا. طبعاً يا طويل العمر والكلام للجميع، استطاع اللاعب عامر واللاعب كفتة الوصول للنهائي. طبعاً وصلوا للنهائي بعد مشوار حافل وقوي في البطولة، والآن الليلة سنعرف من سيفوز ب10,000 ريال. عشرة آلاف، أيوة عشرة آلاف، عشرة آلاف، أيوة عشرة آلاف، عشرة آلاف، أيوة. كفتة عندك تصريح تبي تقوله؟ أنا ما لي بالتصاريح، أنا بس أجلد في الميدان. معليش الحبيب، ما سمعتك وش قلت؟ أنا أجلد في الميدان. تجلد بالميدان. اسمع، لولا حضور الشيخ والموجودين ولا كان لعبت معك برجلي. قال ايش؟ قال اجلد بالميدان. يا شيخ بالعاده افوز عليه بالاستراحه 8-10-12، بس علشانك موجوده برحمه بفوز 5. اقول يلا الله يحفظك، شوف شغلك بس. السم ابشر. كنا زبدلي. لا يعني شطه في الجبهه بس. وش اسوي الحين؟ العب؟ اي العب عادي. طيب. هيا هيا بس العب. ليش؟ مستعجل على هزيمتك يا ورع؟ وش ذا؟ ليش الدفاع ما يقطع كورة؟ العب وانت ساكت يا حكم، ابى احط ستارت، ابغى غير مدافع ذا. يا عامر احترم قوانين البطولة، انا قايل لك قبل كذا، التغيير يا قبل المباراة ولا بين الشوطين. ممنوع ستارت وباسط المباراة. يا ابو ثلاثة سهر الليل يا ابو ثلاثة، وعموري ما ترحمونه. سهر الليل يا ابو ثلاثة، سهر الليل يا ابو ثلاثة، وعموري لا ترحمونه. سهر الليل يا ابو ثلاثة. هو الرابع. قال ايه؟ العب برجولي.
4-0-4. تبي الصدق يا عامر؟ النتيجة قوية، لو اني منك رحت بيتنا رجلية. رجلية ولا يدية؟ تكفون يا عيال، والله في شيء غلط بحط ستارت. عامر لو سمحت، انت عارف من قبل البطولة ان الستارت ممنوع. عاد اسمعوا يا شباب، لو كفتة جاب الخامس انا راح ادبل المكافأة 20,000 ريال. ما ها 20,000 ريال يا حبيبي يا شيخ ابو طلال، اجيب لك الخامس والسادس. يا عيال حط ستارت، والقانون يقول اي واحد يحط ستارت مهزوم، صح ولا؟ ما دام كفتة حط ستارت، اجل الفائز عامر.